sobre la situación de España ahora en ما تقول حول وضع إسبانيا حاليا؟ كنا نطمح للفوز بالرياضة في هذه المجموعة، ولكن سوف نواجه المغرب وهو خصم صعب. ما هي الرسالة التي تبعثها للجمهور الإسباني الذي ينتظر كثيرا من المنتخب الإسباني؟ بفضل الله كانت لنا فرصة، سوف نعطي كل ما لدينا لإعطاء الفرحة وإرجاع الفرحة إلى الشعب الإسباني. ومثل ما تشوفون افراح الساموراي فايزين ومتصدرين.